جولة جديدة ما تبقى حياكم الله وفيها. الذخائر المسمارية تدخل على الخط، شبكة سورية توثق استخدام النظام لخمسة أسلحة محرمة دوليا في الشمال. في اليوم العالمي للأعمال الإنسانية، مرض غير بيدرسون يعرقل انعقاد مجلس الأمن بشأن المحرقة الروسية في إدلب. واعتقال الناشط الخامس في أقل من أسبوع، سوريا الديمقراطية تحيل المجتمع المدني في الرقة إلى مختف قسرياً. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام النظام وروسيا لخمسة أنواع من الأسلحة المحرمة دولياً خلال حملتها على الشمال السوري، لا سيما إدلب وحماة. تضمنت هذه الأنواع الذخائر المسمارية التي استخدمت بطريقة بربرية وفق الشبكة. الذخائر المسمارية العشوائية هي آخر الأنواع التي استخدمت ضد المدنيين، وكان الهدف من استخدامها تشريد السكان وإلحاق الضرر بهم. تزامناً مع ذلك، واصل مجلس الأمن الدولي إرجاء جلساته المجدولة بسبب مرض المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، ما أدى إلى تجاهل تناول ملف الشمال السوري على المستوى الأممي الجماعي أو المستوى الفردي باستثناء إدانة خجولة من فرنسا سابقاً. يحصي فريق منسقو استجابة سوريا مقتل ما لا يقل عن 85 مدني خلال الأسبوعين الأخيرين على الأقل بفعل هجمات النظام وروسيا. بحسب التقارير فإن عدد النازحين منذ بدء الحملة العسكرية على إدلب في الثاني من شباط الماضي وحتى 19 من آب الحالي وصل إلى أكثر من 869 ألف نسمة.
يصادف اليوم 19 من آب اليوم العالمي للأعمال الإنسانية الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة تكريما لعمال الإغاثة حول العالم الذين تعرضوا للاستهداف خلال النزاعات المسلحة والحروب. اليوم العالمي للأعمال الإنسانية يمر على سوريا وقد فقدت نحو 1010 عمال إغاثة ومساعدات بالإضافة لفقدان 4000 عامل في السجون. الأمم المتحدة تركز في حملتها الحالية على مشاركة النساء في الأعمال الإغاثية وتقول أن المسعفات أول من يتبرعن لإنقاذ الضحايا وآخر من يخرج من الميدان. في الداخل السوري نظمت جمعيات محلية وقفة تضامنية مع عمال الإغاثة لا سيما ما يتعرضون له من مصاعب هذه الأيام إثر الحملة المستعرة للنظام الروسي على الشمال السوري ودخول الميليشيات الإيرانية على الخط. في إدلب وحدها وخلال الحملة الأخيرة بلغ عدد ضحايا المنظمات الإغاثية 13 قتيلا جلهم تعرضوا للاستهداف المباشرة وأثناء إنقاذهم للمصابين وهو ما يحرمه القانون الدولي الإنساني بوصفه جريمة حرب. المزيد عن هذه الوقفة في العرض التالي. هذه الكلمات شارك أحمد في وقفة تضامنية أقامتها عدد من المنظمات الإنسانية في اليوم العالمي للعمل الإنساني. تحدث أحمد عن استمراره في العمل رغم بتر ذراعه إثر غارة جوية أصابته أثناء عمله. تعرضت لإصابة قديمة في حلب، أنا من حلب، لأني الكل معرض للإصابة، ما فقط يعني المدنيين، ما فقط العسكريين، الكل معرض للإصابة، وخصوصي نحن العمال الإنسانيين، لأن نحن بيجي دورنا وقت الضرب، وقت يعني الشدة، لسه الأكثر مننا هن عمال الدفاع الوطني. وفاء لذكرى العاملين في الحقل الإنساني الذين لقوا حتفهم أثناء عملهم، نظم تحالف المنظمات الإنسانية هذه الوقفة بمشاركة أكثر من 22 منظمة من المؤسسات العاملة في الشمال السوري التي يجازف العاملون فيها بأرواحهم خلال تأديتهم لواجبهم الإنساني. نحن كعمال إنسانيين مستهدفين دائما خصوصا بالمجال الطبي، نجيت عدة مرات نتيجة استهداف مباشر للمشافي. كنت أعمل بمشفى بمدينة حلب، نهاية المشفى كانت الدمار نتيجة استهدافنا ببانويلين متفجرات، كان في بعض إصابات من المدنيين والكوادر، وباقي الكادر الحمد لله طلعنا بخير والسلامة. بات العمل الإنساني اليوم في كثير من المناطق السورية أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث صنفت تقارير أممية أن سوريا واحدة من أخطر الأماكن على العاملين في المنظمات الإنسانية بالعالم،
رغم وجود الملايين ممن هم بحاجة للمساعدة، سواء كانت طبية أو إغاثية أو تعليمية أو غير ذلك. طبعا مثل ما بتعرفوا نحن اكثر من 4000 عامل انساني طبعا اصبح ضحيه للدمار، ضحيه هذه الحرب الهمجيه على منطقتنا وبلدنا. اكيد نحن هون رح نثبت للعالم كله بوجودنا نحن هون كامهات كسيدات كاساتذه وانسات، نثبت للعالم انه نحن مستمرين بخدماتنا الانسانيه رغم تواطؤ العالمي على مجتمعنا. بلغ عدد قتل العاملين في المنظمات الإنسانية منذ بدء الحملة العسكرية التي يشنها النظام وبمساندة للطائرة الروسية على المنطقة 13 متطوعاً وموظفاً حسب منظمة منسقو الاستجابة، التي أكدت أن الطيران الحربي السوري والروسي يركز أهدافه بشكل مباشر على كوادر المنظمات الإنسانية ومراكز الإسعاف والدفاع المدني. طبعا هذا الكلام يعاد منذ 8 سنوات، استهداف الكوادر الدفاع المدني. الدفاع المدني يكرههم النظام، تكرههم موسكو. الاعلام الروسي بجلاله قدره الاعلام الروسي ومن ولاه في المنطقه من اعلام الممانعه، سواء المحسوب على ايران الذي يتلقى اموال من ايران او يعني الايراني الهوى، يكره هؤلاء جماعه الدفاع المدني، يشتمهم في كل فرصه تسنح له. راس النظام يشتمهم عفواً بين الحين والآخر، لأنهم يعلمون أثر هؤلاء غربياً. الغرب يحب أو يحترم كوادر الدفاع المدني. طبعاً هو تخلى عنهم في المنطقة الجنوبية، تركهم لمصيرهم، أنقذ بعضهم وترك البعض الآخر لمصيره. لم يستطع النظام، لم تستطع الآلة الإعلامية للنظام ولموسكو والإيراني ولا الآلة الإعلامية الغربية الموالية لهؤلاء وسم جماعة الدفاع المدني بالإرهابيين بعد. يعني نجا جماعة الدفاع المدني من صفة الإرهابيين التي يطلقها النظام والروس. السادس تقريبا خلال أسبوع واحد يعتقل بطريقة مهينة من منزله ويصبح في عداد المختفين قسريا. الأمر يتعلق بحملة الاعتقالات المتواصلة التي شنتها قوى سوريا الديمقراطية ضد ناشطين المجتمع المدني تحديدا في مدينة الرقة، بتهمة الانتماء أو تمويل أو إنشاء خلايا تابعة لتنظيم الدولة. تعتقل قوات سوريا الديمقراطية وفداً عريضاً من العاملين في المجال المدني، يرد الناشطون على الفعل بإطلاق حملة للتضامن مع زملائهم المغيبين، مؤكدين أن قصد تطلق سراح دواعش رسميين في حين تعتقل آخرين بتهمة الانتماء للتنظيم. ما تبقى مستمر لكن بعد الفاصل.
الصعوبات التي تواجه الرياضيين السوريين في تركيا لا يمكن حصرها، فمتابعة الرياضة لعبا أو تدريبا تحتاج إلى تجهيزات تمكنهم من ذلك في ولاية هاتاي. القصة مختلفة بعض الشيء. في ولاية هاتاي التركية منح نادي كاركخان سبور فريقا سوريا ملعبه وعدة خدمات أخرى للاستمرار في التدريب بعد أن وجد الفريق السوري صعوبات كبرى. نتابع. لكرة القدم مع هؤلاء قصة بدأت من نواة الأكاديمية التي تأسست حديثا دون أي مقومات، بيد أن الإرادة كانت أقوى من أن تهزم أمام الظروف، ولأنها كذلك صار بإمكانهم التدرب 3 أيام في الأسبوع على ملعب نادي كركخان سبور التركي، بعدما اقتسم النادي أيام التدرب بينه وبين الرياضيين السوريين في المدينة. زيادة على الملعب صار في اعتماد على اللاعب السوري اللي عندي موجود، احيانا عم بياخذوه بيلعبوا معه مباراه، احيانا بيجوا هن بيجيبوا لي فرق مثلا بيلعبوا معنا مباريات، يعني المباريات بتطور لاعب كره القدم اكثر من التمرين بكثير، اللي عم تعلمه بالتمرين بدنا نطبقه بالمباراه. يستهل فراس هذه الحصه التدريبيه في رسم وتطبيق خطط تكتيكيه لتنميه المهارات الفرديه والجماعيه في جو من الشغف لاستغلال كل لحظه من قبل الجميع. إلى هنا يكون كادره التدريبي قد نجح في تأمين مكان وتجهيزات بسيطة للتدرب ليبدأ العمل على الخطوة التالية والأهم. نحن عم نستشير إدارة نادي كركخان سبور من أجل تعبنا مع الأولاد ما يروح على الفاضي، ونستشيرهم من أجل الترخيصات من أجل الأكاديمية تمشي بشكل نظامي عن طريق الحكومة التركية. التمرن على ملعب كبير إضافة للدعم الفني وكثير من الخدمات الأخرى التي يقدمها نادي كركخان سبور بولاية هاتاي للرياضيين السوريين تشير إلى طيب العلاقة بينهما حتى وصلت هذا الحد. هنا يمكن الجزم بأن الرياضة أيضا لغة تواصل فعالة. شكلت رياضة كرة القدم جسرا كان الوسيط بين الرياضيين السوريين والأتراك، وتحولت إلى لغة تذلل المصاعب، وصار هذا الملعب مكانا لتبادل الخبرات وتعزيز روح التشارك. مصطفى جمعة، تلفزيون سوريا، من مدينة كركخان جنوب تركيا. بعد انقطاع مياه الشرب عن مدينة عفرين لنحو 4 أشهر بسبب توقف تمويل تشغيل مضخات مياه سد ميدان كي، تعود من جديد المياه للتدفق إلى أكثر من 22,000 منزل. يأمل القائمون استمرار ضخ المياه مع استمرار الدعم اللازم وتعاون المواطنين. مع هذه القصة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما تبقى لهذا اليوم. غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق ما تبقى جديد، في أمان الله. تعود مياه بحيرة ميدانك الواقعة بناحية شران لتغذية مدينة عفرين بمياه الشرب بعد انقطاع دام أكثر من 4 أشهر بسبب توقف التمويل اللازم لتشغيل مضخات المياه ومحطات التنقية. حاليا المياه بمدينة عفرين تضخ المياه بكميات كبيرة إلى مدينة عفرين وتغطي جميع مناطق مدينة عفرين، والحمد لله بعد أن قام المجلس المحلي مشكورا وبمساعدة منظمة بهار بإعادة تفعيل محطة الضخ في سد الميدانكي. الآن الأمور في مدينة عفرين تجري بالشكل الجيد بالنسبة لموضوع مياه الشرب. التوقف الطويل لعمل المضخات تسبب في أعطال كثيرة في الشبكة، وهو ما دفع مؤسسة المياه لإرسال ورشات الصيانة للقيام بالإصلاحات المطلوبة لوصول المياه لكل المنازل. بسعة تقديرية تصل إلى 190 مليون متر مكعب تغذي بحيرة ميدانكي وسدها الأراضي الزراعية في منطقة عفرين، كما تغذي بمياه الشرب بعد المرور بمحطات التنقية والتعقيم أكثر من 22 ألف منزل في مدينة عفرين. هلأ صار لها تقريبا هي شي شهر عم تجي المي، سابقا ما كنا عم نشوفها أبدا المي، يعني كل أسبوع بدي أنا أقل شيء أنا كعائلة صغيرة بدي 5 براميل، يعني أسبوعيا 1000 ليرة. هلا الحمد لله صار له تقريبا شي شهر جاي، يعني مثلا بدال ما اعبي مثلا انا كل اسبوع خزان بصير بالحاني كل اسبوعين خزان، ومن هون لشهر تكون اكتملت العالم والعالم كلها صلحت امورها بصير الامور تمام الحمد لله، ومنعبي مي بدون ما نعتاز لا ندفع مصاري ولا شيء. يتوقف استمرار ضخ مياه الشرب من سد ميدانكي على توفر التمويل الدائم،
وهو ما يأمل القائمون على مؤسسة المياه تحقيقه من خلال اكتفاء ذاتي من عملية جباية المياه الشهرية من المستفيدين، حيث يعتبر مبلغ 2000 ليرة سورية رمزيا أمام المبالغ التي يضطر المواطنون لدفعها لتوفير المياه. جهود كبيرة ومراحل طويلة تمر بها مياه بحيرة ميدانكي مرورا بمحطة التنقية والتعقيم لتصل أخيرا إلى كافة المنازل في المدينة وقراها. هاري طاطين، تلفزيون سوريا، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.